مثلا بالحلوين هنعمل كفتة بصوص الكريمة والجبنة خطيرة. هو في حد بيعمل الكلام ده دلوقتي؟ ايوه بفضل الله، ما احنا اللي عملنا من الفسيخ شربات. يلا بينا نشوف مع بعض. معايا اول حاجة كوباية ونص من الشوربة، نص كوباية من اللبن، عليها معلقتين من النشا، عليها رشة من الملح والفلفل حسب الرغبه. هدوبهم على البارد وارفعهم على النار لحد ما تتقل معايا كده، ويبقى صوص الكريمه جاهز. عشان بقى نحط جبنه، احط طعم جبنه من عند العطار. والكفته دي انا كنت مفرزاها في الفيديو اللي فات، عايزاكم تشوفوها. هنطلعها بقى وهي مجمده كده من الفريزر، هنزلها في صوص الكريمه بتاعي غلوه واحده بس، وهطفي عليها ورشه بصل اخضر وبالهنا والشفا. هتاكلوها وتدعولي، يعني طعمها كفته بجد. مستحيل حد يتخيل ان دي كفته اقتصاديه ولا ده صوص كريمه اقتصادي، لا يعني هتاكلوها نفس الطعم الاصلي واحلى بمراحل. طعمها يجنن يجنن يجنن، لازم تجربوها.